في وقت كان الملف السوري حاضرا في القاهرة، كانت عين السوريين شاخصة على الطاولة العربية ومقرراتها، والعين الثانية على الميدان وتحديدا على دير الزور، حيث فتحت قوة الأمن النار على متظاهرين ومشيعين. أطلاق نار حي على المظاهرين. هجوم الشبيه على تشييع جثمان الشهيد رائد خاروق. لم تكن دير الزور وحدها مسرحا للعمليات الأمنية، فحمص شهدت بدورها عمليات عسكرية استهدفت مدنيين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أضاف إن انتشارا أمنيا وعسكريا كثيفا تشهده المدن السورية المختلفة. الاعتقالات مستمرة والمداهمات تتواصل في وقت باتت المواجهات بين المنشقين والجيش النظامي في إدلب وحمص تشير إلى احتمال تحول الميدان السوري إلى ميدان حربي بحت وفق دبلوماسيين، وليس ببعيد عن الأجواء الميدانية المأزومة. بث معارضون شريطا جديدا مسربا من قوات الأمن يظهر تعاطيهم مع المعتقلين. شانب جحش والعمر هذا هو اللي أو 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 شو الجحش. وعلى خلفية الوضع السوري المأزوم، دعت البحرين وقطر رعاياهما إلى مغادرة سوريا بسبب أعمال العنف، فيما نصحت الإمارات رعاياها بتجنب هذا البلد.